ما لي شيبون منعزل عن الجميع. هل افتقدت الأحبة يا شيبون؟ أي أحبة يا خال؟ جلستك وشرودك من أعراض العشق؟ ومن أين العشق يا خال؟ كنت أفكر في خالي وائل، حاولت أن أتصوره بالشكل الذي وصفته لنا فلم أستطع. خالي وائل على تلك الهيئة؟ هذا أبسط ما يورطك به العشق، أن تجعل نفسك مهرجا. لكن وائل المعذور، الجليلة تستحق. امرأ القيس، لقد افتقدناك، أين كنت؟ كنت أعتني بشاليش، لقد أتعبه السفر، ما كان يجب أن تجلبوه. نحن جلبناه أم هو الذي تبعنا؟ جاء وانتهى الأمر، لا تتعب نفسك في مناقشة التفاصيل. كنا نتحدث عن التنكر، ماذا تقول في عمك جساس الذي يلعب دور الخصي؟ كان هذا الدور لي أنا، تصوروا. تصور أن تكون في بلاط الملك التبع، حيث البسط والانشراح والسكر والفتيات والجوار يتمايلن ويتماوجن كأغصان الأشجار. ماذا تفعل؟ كيف ستلتزم بدورك كخصي لا يهتم لأمر النساء؟ ولهذا رفضت الدور، خفت أن أفشل فيه. سالم، هل تستطيع أن توضح لنا بالضبط ماذا سنفعل؟ أتسمع يا شيبان؟ خالك سلمة خائف. أنا لست خائفا، ولكن أريد أن أعرف ما الذي سنفعله بالضبط. بالضبط بالضبط. طبعا، أليس من الواجب أن نعرف ماذا سنفعل؟ بالضبط بالضبط، لا أعرف. ما أعرفه هو أننا سنتسلل إلى القصر ونقتل التبع وننقذ الجليلة، مسألة بسيطة. سنتسلل في ليلة ذات نسائم عذبة وعليلة، ونكون مثل الخفافيش رشيقة، نعبر الأسوار فلا يحس بنا أحد.